السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في لقاء مع الدكتور إبراهيم إمام وخطيب مسجد السيدة خديجة في المقابلين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخواننا في الله. أحدثكم أنا الدكتور إبراهيم المصري من قرية عبوين، وأعمل حاليا إمام في مسجد السيدة خديجة رضي الله عنها، وهذا المسجد يقع في منطقة المقابلين جنوب عمان، وهو من المساجد الحيوية، وهو يضم في جنباته أهل العلم، ويضم في جنباته الحلقات القرآنية والعلمية والتعليمية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مسجدنا وفي مساجد المسلمين جميعا بإذنه سبحانه وتعالى. حياك الله، تفضل. عرفنا حالك. ياسر يعقوب هزيم، رئيس لجنة مسجد السيدة خديجة. مسجد السيدة خديجة أنشأ فيها اللجنة عام 2019. اللجنة قامت برعاية المسجد وعمل صيانة شاملة للمسجد، لأنه يعني المساجد القديمة جدا الذي أنشأ في 1983، وكان لبيوت الله يجب أن تكون في أحلى حلة وأبهى صورة للمسجد. فالحمد لله بفضل الله والمحسنين والقائمين عليه، يعني أنجزنا اختلاف تام للمسجد بحلته. يعني جددت اضبط لك يا سيد الرئيس. يا اخي العزيز، انا يعني صليت فيه اكثر من مره، ولكن في جنازات اكون في مكان متاخر. شاهدت اليوم الديكور عن قرب. الديكور، متى تاسس هذا الديكور في المسجد تقريبا؟ قمنا بتحديث المسجد يعني في سنة 2019 بعد شهر رمضان. الديكور هذا حاليا موجود. هذا من 2019. دكتور إبراهيم، أيضا يعني احنا ننوه إلى قضية مهمة جدا، يعني وهي أن المسجد باعتباره يعني من المساجد يعني الحيوية، ويقع يعني تقريبا في وسط المقابلين، ويعني حوله يعني كثير من الأحياء السكنية، والكثافة السكانية الآن في ازدياد، يعني كان لابد من عمل يعني توسيعات وعمل إضافات لأجل يعني استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين، وبالأخص يعني في صلاة الجمعة أو عند وجود مناسبات مثل يعني جنازات وما أشبه ذلك. ويعني قامت اللجنة مشكورة يعني مع رئيس اللجنة أخونا ياسر، قاموا الحمد لله تبارك وتعالى يعني بعمل توسعة وعمل إضافات فيما يتعلق بالتسوية، وهي يعني الآن تستطيع استيعاب أكثر من 200 مصلي، بالإضافة طبعا إلى يعني الصحن المسجد الرئيسي الذي قمنا أيضا يعني بعمل يعني بعض التحسينات بحيث يستوعب صفوف أكثر ومصلين أكثر، وأيضا التحسينات يعني التي كانت لازمة لأجل يعني موضوع يعني سقف المسجد والدهان وبعض الترميمات. الآن عندنا احنا بعض المشاريع يعني التي يعني نطمح يعني إليها، وبالأخص يعني من أهل سلواد يعني الكرام، يعني ولأنهم يعني جزء يعني لا بأس به ونسبة لا بأس بها من مصلي المسجد، يعني هم من أهل يعني سلواد الكرام. فالآن يعني نحن نطمح إلى قضية الطاقة الشمسية، وهي يعني تكلف يعني مبلغ أكثر من تقريبا يعني 15,000 دينار، وأيضا فيما يتعلق بتأهيل الساحة الغربية، وهي الآن يعني مترهلة وتحتاج إلى إعادة تأهيل. وهذه الساحة يعني في حال إن شاء الله يعني تمت يعني عمل ترميم جديد لها، ستتسع أيضا لأكثر من 200 يعني مصلي، وستكون أيضا يعني إن شاء الله في ميزان يعني حسنات من يقوم بهذه التبرعات، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع إن شاء الله. الله يبارك فيك. هالوقت سؤال خارج عن الموضوع. نعم. هل لك علاقة خاصة في أهل سلواد غير علاقة إنه إمام ومصلي؟ نعم، يعني هي العلاقة، هي طالما أن العلاقة هي علاقة أهل عبوين بأهل سلواد، هي علاقة القرب والجوار، يعني هذا بداية. يعني العبويني مع سلواد هي قضية الجوار، هاي رقم واحد. ورقم اثنين يعني الجوار هذا الحمد لله كان يعني موجود من فلسطين وأيضا في الكويت،
وايضا هنا في عمان في منطقه المقابلين، فالجوار يعني كان وما زال مستمر. انا شايف تهرب وايضا لا وايضا قضيه النسب، يعني قضيه النسب الحمد لله تبارك وتعالى يعني كانت يعني اختياري الحمد لله، يعني اخترنا بنت من بنات اهل سلواد من دار يوسف يعني، وكل اهل سلواد ان شاء الله انه فيهم الخير يعني والبركه، ونسال الله تعالى انه من دار يوسف. اي نعم من دار يوسف البنت التي يعني زوجتي. اي نعم. زوجتك بنت مين؟ هي الان هي بنت امين الساحر، بنت امين فالح الساحر. نعم. بنت امين فالح سليمان الساحر. ما شاء الله عنك ابو هند، تحافظ كل اسماء انت. الله 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 يحييك ويبارك فيك ربنا. الله يكرمك ويشرفنا هذا 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 النسب. الله يبارك فيك، الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. علمت من اخي اسامه انك قمت في عدة زيارات إلى أمريكا في شهر رمضان المبارك. أي نعم الحمد لله. ممكن تعرفنا على الأماكن اللي زرتها أثناء هو في الزيارات التي حصلت يعني في رمضان المبارك؟ يعني كما تعلمون جميعا يعني أهل يعني المراكز الإسلامية في أمريكا تطلب يعني أئمة من خارج يعني أمريكا بالأخص من الأردن ومن مصر لأجل موضوع إمامة التراويح، ف يعني يستدعون يعني من عنده يعني حفظ ومن عنده يعني قراءة تكون جيدة لأجل إمامة التراويح، وأيضا لموضوع التدريس والمواعظ وما أشبه ذلك. وربنا تبارك وتعالى أكرمني يعني ب يعني 5 زيارات لأمريكا. أنا كنت أول زيارة لي في فلوريدا في مدينة تامبا، وأيضا يعني قمت يعني في المسجد الذي كنت فيه يعني مسجد عباد الرحمن أو يسمى الفاروق، أيضا قمت أنا بزيارة للمسجد يعني في كثير من أهل سلواد هو مسجد القسام، يعني زرته أيضا يعني كزيارة. وراك أهل سلواد. أي نعم لا يعني التقينا فيهم يعني هنا وهناك يعني. طبعا هذا فيما يتعلق يعني في أول زيارة، وثم يعني توالت الزيارات يعني في يعني شارلستون في أوهايو في. أوهايو وين في أوهايو؟ في أوهايو في مدينة ديتون. نعم. مش في مدينتنا يعني. هي في كولومبوس. في كولومبوس ذهبت إليها كزيارة والتقيت في بعض يعني يعني أي نعم. أي مساجد في كولومبوس؟ لا أنا ما ذهبت إلى كولومبوس يعني إنما كانت يعني فقط زيارة أي نعم. كمعلومة. أي نعم. كولومبوس فيها أكثر من 50 مسجد. اللهم صل على رسول الله. ويعود الفضل الأكبر بعد الله. ما شاء الله. إلى إخواننا الصوماليين. إنشاء المساجد. يعني لو بدك تراجع كم مسجد أنشاه العرب بغض النظر يعني إحنا مش تفرقة، إحنا كلنا مسلمين، حتى لك هي تعد على أصابع يد واحدة. وبينما مساجد التي أنشأها الصوماليين مساجد عدة عددها كبير ما شاء الله. هناك مساجد أسسها أفارقة. انت بتعرف انه يعني مش كل المساجد اسست على الهدي النبوي، في مساجد فيها يدخلها يعني اذا كان في بعض المساجد عندهم مذاهب اخرى يعني مثلا كالشيعة او غيرها. لا ما كولومبوس اهل سنه متبعين لمذهب السنه، ولكن في بعض انا شاهدت اثناء صلاتي في بعض المساجد ان هناك تصوف صوفيا. اي نعم انا يعني ان شاء الله سارسل لك يعني ان شاء الله وقد تنشر على صفحتكم يعني بعض يعني الصلوات التي يعني قمت بها في يعني في فلوريدا في تامبا، يعني بعض الصلوات التي قمت بها لعلي ارسل لك ان شاء الله بعض الروابط اذا رغبتم يعني بنشرها، يعني حتى انه من يرغب بسماع القراءه وكذا فنحن نتشرف بذلك يعني، وكلنا نشرف يعني بسماع كلام الله تبارك وتعالى. وفي عندنا تكمله يعني في افارقه يعني لما ادخل مسجد بدي اصلي جمعه مثلا ربما لا افهم شيء من ما يقولون في اللغه الصوماليه. اي نعم هذه لا الصوماليين اغلب المساجد الصوماليه تخطب اغلبها نعم بالعربي والصومالي واللغه الانجليزيه بالثلاث لغات يعني، وتلخيصا لنفس الموضوع العربي والصومالي في فرق كبير بين اللغتين يعني. طبعا في فرق كبير في المعاني. في فرق كبير في المعاني يعني اللهجه لا كمعاني
كمعان يعني. طبعا اغلب الشيوخ اللي هناك تتلمذوا في الدول العربيه. اي نعم. بعدين في فتره جمال عبد الناصر كان عايز جمال عبد الناصر انه يزيد عدد القوميين، فاضاف الصومال لجامعه الدول العربيه. اضافها لجامعه الدول العربيه وبلش يبعث بعثات لتدريس اللغه العربيه. بلش يستقبل طلاب في الازهر الشريف. ففي ناس من الصوماليين خريجين الازهر، وفي ناس خريجين جامعات جامعة المدينة، يعني جامعة السعودية. عرفت كيف؟ وهذا جعل في يعني تنافس التيارين، في تيار يعني اللي تخرجوا من مصر يميلوا الى الاخوان، واللي تخرجوا من السعودية يميلوا الى السلف. نعم. فلذلك صار في تنافس بين الفئتين في إعمار المساجد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. المهم إنتي المحصلة النهائية لمصلحة المسلمين. إن شاء الله. بغض النظر. إن شاء الله. فضل كمل لي بموضوع أمريكا. خلص موضوع أمريكا خلص، ما ظل فيه شيء. ما ظل عندي. هو أكثر يعني شيء ملاحظ يعني، وهي أنا ذكرتها لبعض الإخوة بالأخص يعني في أول زيارة لي في أمريكا. وهي قضية إنه ما يحصل لأولادنا وبناتنا، وهي طبعا قضية خطيرة لابد يعني ننوه إليها جدا يعني، وهي إنه اللسان العربي يكاد يعني يفقد في تلك البلاد، وينبغي للأبوين يعني بالأخص إذا كان يعني من العرب إنهم يتحدثوا مع أولادهم باللغة العربية، حتى ولو صار عند الأولاد نوع من الصعوبة في الفهم أو نوع من التلقي أو نوع من الصعوبة في إلقاء الكلام العربي. لأن هذا كلام أنا وضحته لكثير من الإخوة، قلت لهم اللغة الإنجليزية سيتعلمها أولادكم شئتم أم أبيتم، لأنهم هم سواء هم مدارس شوارع سيتعلموها في المدارس، سيتعلموها من التلفاز من غيره سيتعلموها. لكن الآن وهذا يعني رسالة نوجهها ليس فقط يعني نقول لأهل سلواء اللي هم في أمريكا، لكن لكل من يسمع الكلام يعني لكل عربي يسمع هذا الكلام، لأنه في النهاية اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. فينبغي إنه الأبوين يعني يتكلموا بالعربية أمام أولادهم مهما حصل، حتى لو يعني الوالدين من باب الاستسهال بتكلموا أولادهم بالإنجليزي، فيفقد الولد اللغة العربية. هو يسمعني، إنه هذا حصل معي كثيرا، الولد لما أحكي له بالعربي فاهمني، لكنه هات يرد علي بالعربي ما يستطيع، لأنه ما في عنده ممارسة. أنا جربتها مع أحفادي. نعم. يعني في عندي حفيد في البداية ما كان يستصيغ اللغة العربية، بلش أقول لهم ما تحكوش معه غير عربي، وروح العام في الصيف هالوقت أي واحد بيحكي له في البيت أي كلمة إنجليزية بقبلهاش، كل يعني برد عليه بالعربي. ما هكذا ينبغي. بفهم شو قال له بالإنجليزي طبعا، ولكن برد عليه باللغة العربية. هذه يعني لأن في النهاية رايحين يتعلموا اللغة الإنجليزية في المدارس. في نقطة ثانية، أنا شاهدت إن الباكستانيين أحرص على تحفيظ أبنائهم لكتاب الله منا كعرب، ولو إنه في توجه حاليا لتنمية هذه ومدارس في المساجد ترعى اللغة العربية، ولكن حرص الباكستانيين حتى لو بيجيب مدرس في البيت يدرس ابنه. هو بشكل عام الله يحفظكم جميعا، بشكل عام العاطفة الدينية لدى الشرقيين يعني باكستان الهند بنغلاديش وغيرها اندونيسيا وغيرها، العاطفة الدينية عندهم اكثر واكبر من العاطفة الدينية عند يعني باقي يعني المجتمعات الاخرى، وايضا بالاخص العربية. العربي كأنه يظن لأنه يعني معه لسان عربي فهو لا يحتاج إلى عاطفة دينية تجاه هذا الكلام، لأنه هو يعني يسمعه ويقرأه. لكن الإشكالية مرة أخرى فيما يتعلق في الأولاد، فهو زي ما تفضلت يعني نعم إحنا نحث يعني الأهالي جميعا
على أن يعني ينفقوا الأموال باتجاه إنه يعني زرع وغرس القرآن الكريم في نفوس هؤلاء الأولاد إن شاء الله. يعني يستثمرونها في أولادهم. يستثمروا في أولادهم. يستثمروا في أولادهم. نعم. وبعد كورونا نتج تعليم عن بعد. صحيح. حتى تعليم ديني عن بعد. نعم. تعليم ديني عن بعد وبواسطة الزوم. برنامج وسائل التواصل وغيرها على اساس انه نتج هذا النوع من التعليم. بلشوا العرب يتوجهوا الى على بحيث ان الولد قاعد في البيت قاعد يومها الاحد يستغلها في تحفيظ القران. بتحب تحكي لك كلمه اخيره؟ هو ما شاء الله عليكم جميعا، هم يعني هو استكمالا ممكن يعني حتى ننهي يعني الحديث يعني واستكمالا لهذه القضيه بالذات، انا يعني عند اطلاع على انه ما يصرف العرب عن تعلم بدايات اللغه العربيه ومن ثم القران الكريم بالاخص المجتمع العربي هناك في امريكا، هو عدم وجود يعني اللي هي القواعد اللي هي المستخدمه في تلك البلاد، القاعده النورانيه وغيرها معظمها مكتوبه بالاحرف اللي هي الباكستانيه، فبالتالي الاولاد العرب عندهم زهد في موضوع تعلم هذه القاعده التي يبنى عليها تعلم القران الكريم. والله تعالى وفقني يعني بكتاب سميته قاعد تقرأ، وهو أيضا لتعليم عربية بنفس الترتيب، لكن بترتيب يعني فيه سهولة وتدرج وبناء يعني معرفي تراكمي، بحيث أن الطالب يعني يكون متمكن من قراءة وكتابة اللغة العربية بإتقان. ولعل أيضا إن شاء الله يعني أرسل لكم إن شاء الله بعض يعني الروابط والمتعلقات بها يعني تنشر مع هذا الفيديو في هذا اللقاء. أنا يعني بالإضافة لقناة اليوتيوب قنوات هذا عندي قناة على اسمها عرب كولومبوس ما شاء الله، تختص في شؤون الجالية في كولومبوس. بعث لي اياهم وانا من الله يجزيك ما شاء الله ان شاء الله. الله يعني احنا شاكرين جدا يعني ربنا قدرنا على هذه الاستضافة وبارك الله فيك. بارك الله فيك الاستضافة. حياكم الله جميعا، اسعدك الله، الله يبارك فيك. سعدنا بلقاء الدكتور ابراهيم اخونا ياسر رئيس اللجنة، رئيس لجنة اعمار المسجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحيي كل الموجودين اللي خلف الكاميرا. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، الله يجزيكم خير.